الأوقات ذكر يعني المسلم الغني من هذه حاله في عموم الأوقات، فتسارع إليه أو فتتسارع الرقة إلى قلبه. طيب، يعني بهذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلا كان يعيش مع الفقير، يعيش مع المحتاجين، يعيش مع آلامهم. هناك حديث في المواساة رواه لنا الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان كريما دائما، لكن كان أكرم ما يكون في شهر رمضان صلى الله عليه وسلم. تتمة الحديث قال: طيب، إذا نعود للحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. هي تتمة الحديث. فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني عليه الصلاة والسلام كان كريما في رمضان. ما معنى كرم النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان؟ أنه كان يشعر بالفقير، أنه كان يشعر بألمه، أنه كان يريد أن يخفف عنه، وأنه يريد لهذه السنة أن تمضي في أمته صلوات الله وسلامه عليه. وهذه هي الحقيقة فعلا، هذه السنة مضت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الآن الناس لا تدفع الزكاة إلا في رمضان غالبا، يعني حتى لو لم يحل الحول تدفع بشكل مسبق، تدفع في رمضان. يعني لو كان الحول، يعني الحول مضي سنة على النصاب، لو كان يعني يحتاج إلى شهر أو شهرين، وفي بعض الناس يعني بيبدأوا بالسنة الميلادية يعملوا الجرد وكذا، لكنهم عندما يخرجون الزكاة يخرجونها في رمضان وليس في السنة الميلادية. الآن نحن كم شهر باقي إلى نهاية السنة الميلادية؟ 7 أشهر. يخرج الناس الزكاة في رمضان من أجل أن يتنعم الفقير، من أجل أن يشعروا بهذا الشعور، من أجل أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، في عندنا الحكمة 7 والأخيرة التي ذكرها فضيلته، قال: وجماع ذلك كله. يعني الحكم 6 التي ذكرها الحكم 6 التي ذكرها يقول عنها: وجماع ذلك كله أن الصيام يعد الإنسان لدرجة التقوى. يعني التقوى، العوام بيقولوا والتقوى أقوى، لكن رب العالمين ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني الغاية من الصيام هي التقوى، الذي لا يغض من بصره، الذي لا يتقي الله في بصره، في جوارحه، في أهله، في أمه، في إخوته، الذي يعني فقط يمتنع عن الطعام والشراب ولا يتقي الله في سائر الأشياء، فهذا ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني هذا إنسان لم يصوم. الصيام الحقيقي هو الذي يوصلنا إلى درجة التقوى، ودرجة التقوى درجة عالية، درجة عظيمة، درجة راقية. قال العلماء: التقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية. وقاية من أي شيء؟ بأن تقترب من الله، بأن تخشى الله، بأن تحب الله. يعني الصيام ينبغي أن يملأ هذه القلوب حبا بالله سبحانه وتعالى، خشية من الله سبحانه وتعالى. لذلك شرعت صلاة التراويح، ولذلك
كانت هذه النفحات الإلهية العظيمة، ولذلك هناك صلاة التهجد، ولذلك في رمضان ليلة هي خير من ألف شهر، من أجل أن نصل إلى هذه المرتبة من التقوى. ولذلك آخر رمضان تسمى هدية، وهي أن يعتقنا الله عز وجل من النيران، نسأل الله عز وجل أن نكون من العتق من عتقائه من النيران. بعض الناس الليل كله في المعاصي والنهار كله في النوم، ثم يقول أنا صائم. لا وربكم، هذا لم يصم، يعني هذا صومه فقط امتناع عن طعام وشراب، لكنه لم يمتنع عن الشهوات ولم يغترف من معين الخيرات التي أكرم الله بها عباده المسلمين في رمضان. الإمام ابن القيم يقول: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها للمواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها. رب العالمين يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لذلك الصوم هو أكبر معين على يعني هذه التقوى والوصول إلى هذه الدرجة. إذا قلنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وتوقفنا، فنحن لم ننتبه إلى المغزى من الآية. المغزى من الآية: لعلكم تتقون. يختم فضيلة الشيخ القرضاوي بقوله: والحق أن صيام رمضان مدرسة متميزة. أنا بسميها أكاديمية من أكاديميات الإسلام، كل ركن من أركان الإسلام هو أكاديمية حقيقية. والحق أن صيام رمضان مدرسة متميزة يفتحها الإسلام كل عام، يعني عندنا مدرسة اسمها مدرسة رمضان تفتح أبوابها للمسلمين مرة واحدة في العام، ولا تستثني منهم أحد إلا العاجز، والعاجز يكفر، والصغير يأخذ من نفحات رمضان أيضا. يعني ليست مثل الحج من استطاع إليه سبيلا، رمضان أكثر الناس يستطيعونه، ومن لا يستطيعه يعني ينال من بركاته ويجلس في أجوائه. أما الحج أجواؤه في مكان معين، يعني لا بد في الحج من اجتماع الزمان والمكان. أما رمضان يعني لا يقتصر على مكان معين. والحق أن صيام رمضان مدرسة متميزة يفتحها الإسلام كل عام للتربية العملية على أعظم القيم وأرفع المعاني، فمن اغتنمها وتعرض لنفحات ربه فيها فأحسن الصيام كما أمره الله، ثم أحسن القيام كما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نجح في الامتحان وخرج من هذا الموسم العظيم رابحة تجارة مباركة الصفقة. وأي ربح أعظم من نوال المغفرة والعتق من النار. يعني أحبابنا، نحن الآن في مدرسة، والمدرسة في نهايتها كما يقولون في الامتحان يكرم المرء أو يهان، لابد من نتيجة، هذه النتيجة إما النجاح وإما الرسوب. نسأل الله أن يحفظنا من الرسوب وأن يقينا شر الرسوب والراسبين. فلا بد من النجاح، إن لم ننجح لا ندري، قد لا نعيش إلى رمضان قادم، الموت يتخطفنا. أنا قبل الفجر يعني وصلني خبر أحد أحبتي في دمشق الغاليين على قلبي كثير أنه توفي، وأثناء السحور يعني قبل الفجر بساعة. فالموت قريب، وعلى الإنسان أن يستعد للقاء الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يقول الشيخ: وأي ربح أعظم من نوال المغفرة والعتق من النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث متفق عليه. انتهينا من حكمة الصيام، وغدا إن شاء الله ننتقل إلى أحكام الصيام ما يتعلق بالصيام. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن ينفع بنا وأن يغفر لنا ذنبنا،
وأن يتقبل منا صيامنا، وأن يبارك لنا فيما بقي لنا من شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأن يجعلنا من المقبولين، وأن يختم لنا بأن نكون من عتقاء شهر رمضان. هل من سؤال؟ الله يرضى عليكم. نحن عندنا الساعة الخامسة درس في كتاب أيها الولد، ننتظركم إن شاء الله، ننتظر الجميع. الله يبارك. السلام عليكم.